يقدم المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال العديد من المشاريع التدريبية والمبادرات الهندسية التي تدعم بيئة قطاع المقاولات والبناء في الدولة بالتزامن مع النهضة العمرانية التي تشهدها قطر. نعم سلطان، طبعا للمزيد عن هذا المعهد يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبد الله يعقوب السيد رئيس المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال. مرحبا ومسهلا فيك يا دكتور، حياك الله معنا في ترحيب اليوم. الله يحييكم، مرحبا بك. يا مرحبا ومسهلا فيك دكتور. أنا ودي في البداية لو نعطي نبذة عن هذا المعهد. للأمانة أنا واحد من الناس اللي أول مرة أسمع عن يعني هذا المعهد، فيفضل أن نبدأ بنبذة بسيطة عن إنجازاته وأهدافه أيضا والمهام الموكلة له. نعم، المعهد نسبيا نقدر نقول أنه معهد جديد، بدأنا احنا في أكتوبر 2019 السنة الماضية. نعم. يعني يا دوب يعني يا دوب كنتوا قبل جائحة كورونا قبل تبدأ علينا. بالضبط. قبل جائحة كورونا احنا بدأنا، والحمد لله كنا مجموعة صغيرة وفكرنا في هذا المجال اللي هو التشييد الفعال وشلون ممكن نطبقه. فهذا الكور تيم او الفريق البدائي، الفريق الصغير اللي بدأ، الحمد لله قدرنا ننسق مع مؤسسات الدولة، جامعة قطر، اشغال. والحمد لله اليوم اقدر اقول لك ان احنا عندنا ما يقارب اكثر من 600 عضو في المعهد خلال سنه واحده. نعم. وقدمنا دورات كثيره وعملنا مؤتمرات كثيره، وكان عندنا دعم خاصه من هيئه الاشغال العامه. يعني ما شاء الله، احب اشكرهم في هذا المكان. نعم. هذا خلال الفترة هذه يعني مثل ما قلت أنا قدمنا ما يقارب من 13 دورة. يعني بس وش المهام الأصيلة لهذا المعهد؟ يعني المعهد طال عمرك هو خلنا نبدأ شوي شنو هو التصميم والتشييد الفعال. الفكرة أساسا هي جاية من فكرة التصنيع في شركة تويوتا، هي فكرة يابانية. تويوتا هي اللي قدمت الفكرة، هي اللي سوت طريقة التصنيع، أو في اليابان يسمونها طريقة التصنيع، طريقة تويوتا للتصنيع. الغرب طوروا وسموها التشييد الفعال، او بالانجليزي يعني لين مانجمنت. فطبقوها في البدايه في المستشفيات، في طبعا قبلها في المصانع، لان اسهل شيء انك تطبقها في المصانع، وبعدها في المستشفيات، واخر حاجه تطبقت في المشاريع، لان وجدوا ان الفاقد في المشاريع كبير جدا. عرفت. انا هذا اللي تقصده. انا بعقب على الموضوع عقب سؤال سلطان ان شاء الله. نعم ان شاء الله. ابو يعقوب، نفس ما ذكرت أن تم تسجيل هذا المعهد في تاريخ 19/10/2019، أو عفوا العاشر من أكتوبر 2019. ما أهداف هذا المعهد ورؤيته؟ شوف، خلينا نركز على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأساسية أن نعزز فكر التشييد والتصميم الفعال. نعم. في المجتمع، ويكون عندنا يعني مجموعة من المهندسين عندهم هذا الفكر، وثانيا طبعا تطبيقه في المشاريع الكبيرة، لأن مثل ما ذكرت أن مشاريع البناء فيها فاقد كثير. صحيح. وبالتالي احنا ممكن نوفر كثير. النقطة الثالثة والمهمة جدا أن احنا نعمل مثل منصة التعاون بين الأكاديميين والمهنيين. وعملنا في هذا المجال، عملنا ما يقارب الأربع مؤتمرات خلال سنة واحدة. نعم، يعني أنا هذا الموضوع مهم للغاية، فهو يكون من مبدأ استراتيجي أن أنت تقلل نسبة الإهلاك اللي يصير عندك في المشروع، أيضا تقلل المان باور الموجود، نسبة الناس اللي ممكن يقومون فعليا بتشغيل هذا المشروع. هذا يطرق في بالي، أعتقد هذا اللي اسمه لين سيكس سيجما، إذا أنت تعرف. Exactly. بالضبط. نفس الشيء، لين سيكس سيجما هو مبدأ زائر المشاهدين يتعلق في كيفية دراسة البداية والنهاية من خطوط الإنتاج وتقليل الهالك، وأيضا استخدام القوى العاملة الموجودة وكم نسبة الإنجاز. أنا أعتقد هذا مش ممكن أن نطبقه فقط عندكم، ولكن في مجالات أخرى في الدولة، مشاريع ثانية على القطاعات الصحية والتعليمية أيضا ممكن يتم استخدام نفس الفلسفة الفكرية هذه. هي فلسفة واحدة، مثل ما قلت أنا أن القطاع المقاولات أو قطاع البناء هو آخر قطاع دخل في الليد ثينكينج أو الفلسفة هذه. الفلسفة هي بدأت في الصناعة لأنها كانت أسهل حاجة، ومن ثم انتقلت إلى القطاع الصحي. نعم. وأخيرا في قطاع البناء. تعريف الفاقد بالنسبة لنا هو مش بس الموارد المستخدمة، لا. نعم. ولكن نتكلم احنا عن وقت الانتظار. صحيح صحيح. التخزين، زيادة الانتاج. نعم. يعني شركة تويوتا عرفت الفاقد أو الهدر بسبع أشياء. نعم. وهذه السبع أشياء اللي بدوها في شركة تويوتا. نعم. ومن ثم انتقلت إلى المقاولات. نعم. دكتور، الحين نتكلم عن الدورات اللي تقدمونها والمبادرات اللي تنظمونها. يعني
شوف مثل ما ذكرت لكم احنا بدينا قبل كورونا وكانت الدورة الأولى والثانية هي صحيح. دورة يعني عادية مثل ما نسويها بحضور وكان المدرب يجينا من أمريكا احنا طبعا تعاوننا مع جمعية المقاولين الأمريكية اللي هي الموجودة وهذا يعني الجمعية القطرية للتشييد الفعال هذه هي الجمعية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط يعني ما في عندنا مثل وتنسيقنا معهم جائحة كورونا حقيقة رغم كل المساوئ اللي فيها فادتنا في قضية الدورات فقدرنا صحيح. نكثف عدد الدورات لأن قمنا نسويها أونلاين وأيضا جميل. فادنا في أن كثير من الغير موجودين في قطر شاركونا يعني عندنا مشاركين من كندا صحيح. من الهند من إيران يشتركون في الدورات اللي احنا نقدمها في قطر ممتاز. لان احنا نقدم دورات باستمرار تقريبا دوره شهريا او كل 4 أسابيع وتصرفون عليها شهادات ايضا شهادات حضور نعم. الدوره هذا متطلب اساسي لتقديم الامتحان والامتحان يعني الحمد لله بعد يعني مناقشات كثيره مع جمعيه المقاولين الامريكيه احنا المكان الوحيد خارج امريكا وكندا يقدم هذا الامتحان وهذا الامتحان معترف فيه رسميا تعطى شهادات الدورة هذه متطلب أساسي لتقديم الامتحان لأن لازم تأخذ الدورة هذه عشان تقدر تقدم امتحان احنا قدمنا دورات لتقريبا ما يقارب 180 شخص ما شاء الله وأبشركم يعني 40 منهم قدموا الامتحان في قطر كان الامتحان لازم يقدمونه في أمريكا لكن التنسيق مع جمعية المقاولين الأمريكية وافقوا لنا أن نقدمها في قطر بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة قطر ممتاز. والحمد لله عندنا 40 شخص تجاوز الامتحان كم من مدة في مدة الدورة تقريبا الدورة هي أسبوع كامل أسبوع كامل فل وكنا نسوي أيضا دورات حق الناس اللي يعني خلنا نقول إنهم ما يقدرون اللي هي دورة الويكند اللي هو كل أسبوع في نهاية الأسبوع نعم في نهاية الأسبوع نعم دكتور أنا الحين بالنسبة أكيد يعني في ناس من أصحاب يعني المهن اللي تحتاج مثل هذا المبدأ الفلسفة الفكرية في التطوير كيف ممكنهم يتواصلون معاكم يحضرون هذه الدورات وإن كان أيضا خارج نطاق توجههم قد يكون يعني هو المبدأ فلسفة فكرية وهو أيضا بدأ فيها يمكن فورد وهو صاحب مبدأ البايبلاين يعني لازم أستخدم الكلمات بمنطقة نعم اللي هو خطوط الإنتاج فهو بدأ بهذا المشروع أنه كيف يبدأ المشروع إلى أن ينتهي بالمنتج النهائي هل تسمحون أن الناس المنتسبين من كافة قطاعات الدولة أن يدخلون معاكم في هذه الدورات ولا حاليا فقط مقتصر على المهندسين أو أرباب العمل من هذه الفئة؟ لا حقيقة احنا يعني بدينا طبعا مثل ما قلت مع أشغال وجامعة قطر كلية الهندسة في جامعة قطر ولكن تواصلنا مستمر مع وزارة البلدية وزارة المواصلات كهرباء وأيضا يعني قسم التدريب في المؤسسات هذه وبحيث ان نوفر الدورة هذه لأكبر قطاع مثل ما قلت الفلسفة هذه مش فقط في البناء هي آخر شيء صحيح في البناء ولكن هي تطبق في العمل بصفة عامة صحيح شلون نقلل الهدر والفاقد في أي ناحية من نواحي صحيح صحيح نعم أبو يعقوب لو نتكلم عن الجهات المتعاونة لاحظنا أنك ذكرت كهرباء وأيضا أشغال وأيضا كلية الهندسة بجامعة قطر لو نتكلم عن المتعاونين معنا داخل قطر وخارجها خارج قطر احنا طبعا تعاوننا كله تقريبا مع الولايات المتحده الامريكيه مع امريكا لان اللين كونستراكشن انستيتيوت المركز الرئيسي موجود في امريكا بالاضافه الى ان احنا تعاوننا مع جمعيه او مؤسسه المهندسين الامريكي المقاولين الامريكيه اللي هي تعطي الشهادات المعترفه فيها دوليا لكن من 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 داخل قطر طبعا ذكرت انا بعض المؤسسات وايضا عندنا مع جمعية المهندسين الأسترالية فرع قطر وقعنا معهم مذكرة تفاهم جمعية المهندسين الهندية والأسبوع الماضي كان عندنا مثل يعني كان عندهم احتفالية الهندسة في الهند وشاركنا معهم عندنا مع جمعيات ثانية أيضا نتعاون ولكن الحلو إن مثل ما قلت أنا إن الأونلاين هذا ساعدنا في أن حتى المشاركين عندنا من خارج صحيح. قطر في الدورات هذه نعم أنا أتمنى ينضم لهذا القطاع عدد كبير أيضا من السادة المدراء ورؤساء الأقسام لأنه راح تفيدهم أيضا في التفكير الاستراتيجي لعمل أو للحيلولة
من تقليل وقوع الخسائر المادية أو المعنوية اللي يمكن لها أن تقاس ويتم اختصار لها هذا الطريق. بس أنتوا دكتور يعني اللي أنا فهمت أن أنتوا هيئة مستقلة مش تابع للأشغال هذا اللي لا إحنا هيئة مستقلة مسجلين في قطر فاينانشال سنتر مش تابعين للأشغال، ولكن أشغال هي أكثر مؤسسة كانت في البداية معانا ومثل ما تقول ساعدتنا وأخذت بيدنا. ويعني أحب أشكر رئيس المؤسسة الدكتور سعد المهندي صراحة وحضر معنا أكثر من مرة حفل التخرج. يعني اللي أنا فهمت اللي يبغي يتواصل معاكم الآن يذهب إلى قطر المال والأعمال أعتقد. لا إحنا عندنا عندنا سايت ويعني موجود وفي يعني في ناس متخصصين ممكن نسقون معهم. إذا من خلال الموقع الإلكتروني الناس تقدر تدخل وتشارك معاكم. أعتقد يعني سلطان هذه يعني بادرة طيبة جدا أن يكون عندنا مثل هذه المؤسسة الأكاديمية اللي تخدم القطاعات المختلفة بالأخص القطاعات الصناعية يعني عندنا بالدولة. نعم خصوصا هناك الكثير من المشاريع قاعدة تصير وكأس عالم وأيضا هناك إن شاء الله بطولات قادمة وهناك مشاريع كبرى يتم إنجازها من بنية تحتية من طرق من مدن دائمة ومن مدن أيضا صديقة للبيئة. الدكتور لو نتكلم كيف يحول هذا كيف يعول معهد المشاريع الهندسية إلى أرض الواقع؟ الحقيقة مثل ما أنا قلت الفكرة الرئيسية هي تقليل الفاقد في هالمشاريع، والمشاريع خلنا نقول الإنشائية هي أكثر مشاريع حسب الدراسات إن نسبة الفاقد فيها كبير جدا. مثل ما قلت أنا الفاقد مش هو بس فقط فاقد مادي مش مواد بناء وهذا نتكلم، إحنا نتكلم عن فاقد في الوقت في التخزين في التنفيذ في هذا. لما احنا نكون مثل ما قلت لو دربنا احنا 200 شخص و40 منهم صاروا متخصصين في هذا المجال وان شاء الله القادم اكثر، فيكون عندنا مجموعه في كل المؤسسات. على فكره يعني اكثر اللي خذوا الدورات عندنا من المقاولين وشركات الاستشاريه صحيح. وانا من هذا المنبر يعني ادعو المؤسسات الدوله في شاركوا معنا، ولكن الأكثرية من المقاولين والاستشاريين. لما تكون عندك مجموعة كبيرة من المهندسين والمسؤولين في سواء في المقاولات أو في الاستشارات أو في مؤسسات الدولة فاهم الموضوع هذا صحيح. هذا بيكون اوتوماتيكلي يتاثر على المشروع وبيقلل الفاقد والهدر في المشاريع بالتأكيد. وراح نشوف مشاريع ان شاء الله اسرع بكثير إن اعتقد ان ايضا اشغال وايد مرحبه بالفكره وطبقت في بعض مشاريعها في بعض مشاريعها الفكره هذه. نعم الله يجزيكم خير واحنا ايضا فخورين في هذه المؤسسه دكتور الله يجزاك. يعني نتمنى تكون لنا لقاءات اخرى ومتجدده حتى نقدر يعني نتسع شويه في هذا الافق مع يعني خطوط الامداد يعني كما يقال عنها في باللغه العربيه. فشكرا على وجودك معنا اليوم دكتور عبد الله بن يعقوب السيد رئيس المعهد الإلكتروني للتصميم والتشييد الفعال. ولو ان الاسم شويه يعني في يعني ما ابي اقول لكن الاسم مش واضح لجميع الناس بالضبط. يعني لكن لما تقول الترجمه العربيه شويه الترجمة العربية شويه هذه على فكره احنا يعني ايضا نسقنا مع دكاتره في جامعه ديترويت ودكاتره في جامعه قطر صحيح. شنو انسب اسم لو اذكرك باقي الاسماء يمكن تضحك صحيح لانه هو للامانه يوم شرحت يعني واضح الموضوع لكثير من الناس، وانا متاكد ايضا الجهات الرسميه في الدوله خصوصا شركات النفط والغاز ايضا ضريعه في مثل هذا الموضوع. الله يجزيك الخير الله يجزاك الله خير ما قصرت متجدد ان شاء الله مشكورين الله العفو شكرا لله الله يسلمك شكرا لك يا دكتور شكرا لك اعزائي